بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأت بسم الله روح به اهتدت لكشف أسرار بباطنه انطوت، وصليت بالثاني على خير خلقه محمد من زاح الضلالة والغلت. مرحب بكم في برنامجنا الرضا حياة، وإن شاء الله النهاردة حلقة فيها موضوع مهم جدا بيهمنا، وإن شاء الله بنتلقى الأسئلة بتاعتكم عبر أو من خلال الأرقام اللي هتظهر على الشاشة، ويمكن التواصل مع صفحة البرنامج الرضا حياة أو من خلال حساب الشخصي الفيسبوك أو قناة اليوتيوب على الرضا حياة. كان في شخصية بعتت لي على صفحة البرنامج إن هي بتقول لي إن أنا في شفت الحلقة بتاعت المرة اللي فاتت اللي هي كانت عن الصحة، وبتقول لي أنا في منصب يعني حساس شوية، وحضرتك قلت وأعرض نفسك على الخلاء قبل النوم لا يأتيك الطبيب. في مشكلة عندي إن أنا ما بقدرش أدخل الخلاء، وبتعمل له مشكلة بعد كده في الاجتماعات، فعاوزين استراتيجية يعني إزاي إن إحنا يعني لما ندخل دورة المياه أو الحمام أو الخلاء نفرغ الامعاء. احنا بنقعد بس بنلاقيش حاجه فبنقوم تاني. احنا هنخلي اجابه السؤال ده ان شاء الله لنهايه الحلقه، هنجاوب عليه وهنديكم استراتيجيه جميله جدا وفعاله لتفريغ الامعاء قبل النوم، لان انت لما بتروح والامعاء فيها فضلات انت طول الليل بتبقى قاعد تعبان. دي مشكله الناس كلها اغلبها، واغلب الامراض بتاتي برضو ان القولون ما بيكونش نظيف. بالنسبة لحلقة النهاردة، الدكتور هيربرت سبنسر اللي هو من جامعة هارفارد جاء، كان هو داخل كلية الطب، فالدكتور بتاعهم في أول محاضرة بيقول لهم إن المعلومات اللي أنا هديها لكم دلوقتي بعد فترة يعني لن تكون ذات أهمية أو لن تستخدموها. فطبعا يعني الدكتور هارفارد يعني دكتور هيربرت سبنسر استغرب وقال يعني أنا هكون لسه في الامتياز في كلية الطب؟ قال له نعم. قال له طب ما هو الحل؟ فكان الحل إن هو قال له يجب أن إنك أنت يعني تكون متواكب مع كل ما هو جديد أو هو كل ما هو متغير حتى لا تتأكل. يعني إنك أنت تحدث أي تغيير بيحدث تكون أنت متواكب مع هذا التغيير. الكون كله بيحدث فيه تغيير، وانت لازم تتغير. تتغير من افكارك القديمة المعيقة ليك. جسدك بيتجدد وبيتغير كل 6 اشهر، لكن في حاجة ربنا سبحانه وتعالى عطاها لك انت بس وسبها لك، لانها من صنعك انت، وهي افكارك. افكارك اللي انت بتصنعها انت القادر انك تغيرها، واذا غيرتها هتستفيد منها. لكن طول ما انت قاعد كده بالافكار المعيقة لحياتك فانت لن تتقدم. احنا بنستفيد من الاشياء لما نحدث فيها تغيير. مثلا يعني مثلا الجبال بنحدث عليها تغيير، احنا ممكن بنحولها الى اسمنت عشان نستفيد منه في البناء، او جبال الرخام بناخدها وندخلها المصانع ونقطعها نحصل على الرخام. الاخشاب او الاشجار مثلا، الاشجار بناخذها وبعدين بنقطعها ونصنع منها الاخشاب اللي هي بنصنع منها الاثاث، وهكذا جميع الاشياء اللي في الكون لابد من احداث تغييرات حتى نستفيد منها. كذلك انت برضو لازم النهارده مع الرضا حياه انك تغير افكارك المعيقه. انت ليه قاعد في افكار الابليسيه والشيطانيه اللي هي الفقر والتعب والمرض؟ هو حبسك، الشيطان حبسك في المستوى الثالث بتاعك اللي هو الشهوات والاكل والشرب، وشغلك طول الوقت بهذه الامور، وانت يعني قدامك القاموس الالهي اللي هو فيه القادر المقتدر الرزاق الوهاب الفتاح العليم، انت سايب كل ده وشغال مع ابليس اللي هو حبسك في المستوى الثالث ومش عارف تطلع منه علشان ما تخرجش الطاقه اللي جواك وتستفيد منها. النهارده احنا لازم نشغل عقلنا ونستخدمه الاستخدام الامثل حتى يعود علينا بالنفع، ونستخدم اعظم ملكة وهي ملكة الخيال. النهاردة
في ملكة الخيال اللي هي أعظم ملكة وهبها الله للإنسان، أنك أنت ممكن تغير حياتك بهذه الملكة. كل شيء في الكون بيخلق مرتين، مرة في الخيال ومرة في عالم الواقع. أي مشروع، أي فكرة كان عبارة عن فكرة، فكرة أن هننشئ مدرسة هنا، والفكرة دي تحولت إلى رسومات ثم بعد ذلك إلى عالم الواقع. إذن أي شيء بيحدث في حياتك هو منشأ الفكرة. ولذلك العارف بلا يقول أول الإرادة آخر العمل. يعني أنت عاوز تتزوج بتفكرش، أنت بتفضل تفكر تفكر لغاية لما ليلة الدخلة. ليلة الدخلة ديت هي بتكون آخر شيء بيتم. لكن المخيلة أو التخيل كما قال أينشتاين، التخيل أهم من المعرفة. والتخيل أنت من حقك تتخيل زي ما أنت عايز، وثق أن ما تتخيله يتحقق. يعني زي ما قال أحد الحكماء، أن ما يتخيله العقل تمام ويؤمن به يمكن أن يتحقق في عالم الواقع. لازم نكون فاهمين دي كويس. طيب طيب احنا هناخد السؤال ده هو من الأستاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا أستاذ محمد، ربنا يكرمك. منور الدنيا يا دكتور. ده نورك، اتفضل. مشكلة واضحة جدا في المجتمع المصري، في أسر كتير بتعاني منها، مشكلة الانتحار. ومشكلة الانتحار بتبدأ بعملية الاكتئاب. احنا عايزين حضرتك تفيد الأسر ازاي أول ما يوصل شاب أو فتاة لمرحلة الاكتئاب، ازاي هم الأسرة، دور الأسرة في المرحلة دي، تمام يا فندم، يعملوا ايه؟ تمام حضرتك، أشكرك. أشكرك أستاذ محمد على سؤالك المهم قوي بالنسبة لنا. طبعا احنا بنقول التخيل هو أعظم ملكة ربنا وهبالك، لكن أغلبنا لا يستخدمها بطريقة إيجابية، أو إحنا مش عارفين نستخدمها إزاي. جميع الحكماء والمفكرين استخدموها بطريقة سليمة. النهاردة هاخدك النهاردة معايا، أنا النهاردة جاي معاك النهاردة في الحلقة ديت، إن أنا أخدك على الحصان الخيال بتاعنا وننطلق النهاردة من الخيال. الكرسي ده أنا معايا حصان النهاردة، كل واحد قاعد في البيت، قاعد في الاستوديو، قاعد في أي مكان معايا النهاردة بيشوفني، هننطلق النهاردة. جميع افكارنا السلبيه وجميع المعيقات احنا نتخيلها ان هي في القلم ده ومسكينه كده، احنا ماسكين فيها مكلبشينها في كده، احنا هنسيبها دلوقتي، هنسيبها من ايدينا ولنطلق في عالم الخيال، ونروح بقى نحلم بقى باللي احنا عاوزينه، نروح الى جنه الله سبحانه وتعالى، الى النعيم، الى الجمال الرباني، نترك المستوى الثالث بتاع الشيطان اللي هو في المرض والتعب والاكتئاب والتوتر وكل الامور دي، هنتركها دلوقتي ولنطلق في كل واحد فينا حصان الخيال بتاعه، وينطلق ويتخيل النهاردة الزوجة اللي هي متضايقة من زوجها تتخيل هي عاوزة ايه منه، وتسرح بخيالها وتتخيل ان هو بيعملها كويس، ان هو بيكلمها بطريقة طيبة، كل اللي هي عاوزة تتخيله. اكتبوا اللي انتوا عاوزينه من اهداف او من امور عاوزينها من الشريك الثاني، اكتبوها في ورقة وتخيلوها، عودوا تخيلوها. الزوج النهاردة اللي هو بيشتكي من زوجته، بلاش الشكوى، الشكوى بتزيد شكاوى. الطاقة مقيدة بالرغبة، خلي بالكم لازم الرغبة، الطاقة دي توجهوها. لو وجهت الطاقة إلى شيء حلو وجواك شيء حلو، الطاقة هتجذب لك أو هتجذب ليك من هذا الحلو المزيد والمزيد. لكن إذا أنت وجهت هذه الطاقة إلى شيء سلبي، هيزيد هيزيد التعب اللي عندك، ويزيد الهم والغم اللي أنت عايش فيه. لذلك أنا النهاردة بقول لصاحب الشركة، انطلق بخيالك معايا النهاردة، أنت عاوز إيه من شركتك؟ عاوز تكون الشركة إيه؟ عاوز من العمال يكون شكلهم عامل إزاي؟ الموظفين؟ اكتب اللي أنت عاوزه كله وتخيل، عيش التخيل. ما تحرموش نفسكم انكم تحققوا اللي انتوا عاوزينه. ربنا عطاك القدره في التصرف في الكون، لكن انت بتغفل عنها، انت ما بتستعملهاش، انت قاعد عامل الشيطان عامل عليك غلاف وفايق من الطاقه السلبيه طول النهار، قاعد بتشتكي من الهموم والغموم. انت متضايق من الراتب بتاعك، طب خلاص اوكي اكتب انا عاوز راتب كذا وكذا، وتخيل وثبت. اهم شيء انك تثبت الصوره. الناس كلها بتفشل في الخيال لسبب مهم جدا على فكرة، الناس كلها غفلانة عنه. ايه هو؟ هقول لكم عليه النهاردة. التخيل ما بينفعش لوحده، هقعد اتخيل لكن التخيل يلزمه شيء مهم جدا، ان انا اثبت الصورة، وان انا اوحد قلبي على شيء واحد. الخيال بتاعي ده او العقل بتاعي يكون ثابت طول الوقت على شيء واحد، ثبته على صورة الكعبة، على الكنيسة، على شيء شخص بتحبه، على زوجتك، على أختك، على بنتك، على ابنك، أي شيء. المهم إنك تثبت الصورة طول الوقت. ما دام أنت في مرحلة التخيل، عاوز التخيل ينجح معاك،
انت تخيل النهارده اركب حصان الخيال بتاعك النهارده معايا وانطلق للعالميه، انطلق، كل حاجه متاحه ليك، كل حاجه متاحه لنا. الكون ده بتاعنا يا جماعه، الكون ده بتاعنا احنا، احنا اللي بنقول احنا عاوزين ايه، هو الكون هينفذ لك اللي انت عايزه. لكن انت طول ما يكون عندك الشك والقلق والتوتر وانت ما عندكش صوره ثابته جواك، ثق ان الخيال بتاعك مش هينجح ولا هيفلح. لان القلب النهارده بيستقبل الامور ديت من العالم الخارجي، والقلب بيصل فيه عمليه بيحصل له ايه، بيهنج صور ياما جايه له، صور الشهوات، صور اكل، صور شرب، صور مشاكل، كل ده بيجي عنده فبيحصل له برجله خلاص، ما بيعرفش يتصرف معاك، فالخيال بتاعك بيفشل. يبقى انت عشان تتخيل، تخيل اللي انت عاوزه النهارده. انا بقول لصح اي صاحب مؤسسه، انت عايز مؤسستك، عايز المنتج شكله ايه كويس، اكتب عايز منتج كويس واصل للعالميه. شركه سوني العالميه اليابانيه عملت كده، عملت ايه، وضعوا هدف بتاعهم ان احنا المنتج الياباني يكون احسن منتج في امريكا، وحققوا هذا الامر. يبقى انت شوف انت عاوز ايه. الزوج النهارده يشوف محاسن زوجته ويجعلها بذره، بذره لشجره كبيره وتنمو بالتقدير، مش كده وخلاص، لا، قدر اي شيء طيب، اي شيء كويس، بلاش السخط والتذمر. انت النهارده تخيل المجتمع بتاعك عايز يكون ازاي، عاوز شغل نظيف، تخيل ان هو نظيف فعلا، اكتب الكلام ده وتخيله وتعايش معاه، بس بشرط ثبت الصوره في عقلك كويس. طبعا الكلام ده في بعض الناس يقول لك الله، احنا نجم التخيل، ايوه، حياتك كلها قائمه على التخيل. اذا تخيلت وامنت، ثق تماما الذي تخيلته سوف يحدث. وانا بكلمكم عن تجربه شخصيه. اركب حصان خيالك النهارده وسيب مشاكلك وسيب همومك وراك، وعيش بقى في جنة الله وفي نعيم الله وفي الفرص المتاحة. ليه بنضيق على نفسنا؟ ليه عايشين في مفردات الشيطان، التعب والقلق والفقر والغلاء؟ ليه عايشين في كده؟ ما نروح للغني القادر المقتدر الرزاق الوهاب الفتاح العليم، نروح المفردات الربانية الإلهية اللي ربنا سبحانه وتعالى عاطيها لك عشان تستخدمها. يا أيها الذين آمنوا لا تظلموا أنفسكم، أنت بتظلموا، أنتم تظلمون أنفسكم بهذه الطريقة العقيمة من التفكير. النهاردة تنطلق بك إلى عالم الفسحة، إلى عالم النعيم، إلى عالم الثراء، إلى عالم الوفرة. طيب هناخد معنا اتصال. أيوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، اتفضل حضرتك. إزاي يا دكتور نتحكم في الغضب بتاعنا؟ طيب يا فندم بشكرك، شكرا جزيلا. طيب النهارده السؤال بتاع الاكتئاب للاستاذ محمد اللي هو كان قبل كده، ازاي ان احنا نتحكم في الاكتئاب. اول الاكتئاب ده اما رفاهيه مفرطه او هموم زائده يعني. وطبعا الهموم دي بتعمل طاقه سلبيه في الظهر بتاعك، وتجعلك بتشعر بان خلاص الدنيا سوداويه، وانت طبعا طول الوقت تفكيرك رايح فين. احنا بنقول انت لم توجه افكارك الاتجاه المطلوب، لم توجه الطاقه بتاعتك، الطاقه مقيده بالرغبه. طب انت رغبتك ايه؟ هل الرغبه بتاعتك ان انت تنجح وتكون ناجح ويكون لك رؤيه ويكون لك اهداف في المجتمع وتكون انسان مهم وانسان بتقدم خدمات؟ لان الانسان بقيمته وكيانه في المجتمع. ليس معنى ان انت فشلت مره ان خلاص الفشل هيلحق، لا، انت بتفشل مره واثنين وثلاثه وتنطلق وتقوم تاني، وتنطلق بايمانك بالله سبحانه وتعالى وايمانك بقدراتك الشخصيه اللي ربنا اعطاها لك. انت معاك ملكه من اعظم الملكات، ملكه الخيال، استخدمها النهارده. تخيل المشكله في الاكتئاب ان الانسان النهارده قاعد طول الوقت القلب، الجوارح اللي هي السمع والبصر، كل ده بيعكس على القلب، بيعكس ايه؟ بيعكس هم وغم ومشاكل. فالقلب بيجي له صور كثيره جدا، صور كثيره جدا، الصور دي بتخليه زي ما احنا بنقول بيهنج خلاص، هو مش عارف يعمل ايه. فهنا التفكير بيكون تفكير سيء وتفكير سلبي. طيب انا اعمل ايه بقى؟ واحد مثلا حس ان هو متضايق وزهقان يعمل ايه او مكتئب؟ ثبت عقلك على شيء واحد، وحد قلبك، القلب يحب الوحدانية، وحده على أي حاجة، أي شيء بتحبه، وحده على الكعبة، وحده على الكنيسة زي ما قلت قبل كده، وحده على شخص بتحبه، على أي شيء، على صورة والدتك، صورة والدك، المهم إنك توحد القلب على شيء واحد وتكون الصورة دي مستمرة. طيب أنا أضيعه حاجة بسيطة جدا، لو أنا عملت التمرين ده كده اهوت، مثلثين أهو شايفين كده، تمام، وبعدين قعدت في مكان يكون فيه اضاءه خافته شويه، وبعدين اهوت غمضت عينيا بتنفس بالطريقه اللي انا اتعلمتها لكم المره اللي فاتت، ان انا باخد الشهيق من البطن بتخرج للخارج، وفي الزفير بتدخل لجوه، واخذ التنفسات واسترخي خالص، وبعدين
وانا في الاسترخاء بتاعي اثبت صوره، اثبت صوره، الصوره اللي انا بثبتها زي ما انا قلت صور، اي صوره بتحبها ثبتها في خيالك، ثبتها كويس قوي، ثبتها وتعايش مع الصوره ديت. بعد كده هتبص للمثلث الصغير ده كده هتلاقيه منور مع الاضاءه الخافته، جربوها. اي حد زهقان تعبان جرب الفكره ديت، وهو ان شاء الله هيروح من عنده الاكتئاب او القلق. اي واحد عنده مشكله نفسيه يفكر كده، اللي عنده الاكتئاب يفكر يثبت صوره في جواه، يثبت صوره معينه بيحبها وبعدين يتعايش معاه وبعدين ياخذ التنفسات العميقه، هتجد ان هو خلاص الموضوع راح عنه. دي اسهل طريقه للتخلص من العمليه دي. موضوع الغضب، واحد يغضب طول الوقت وكل حبه يصور يعني مشكلات. عايز اقول لكم حاجه، لو كل واحد فكر احنا جوانا الاخلاق المحمديه، طب النبي كان يعمل ايه؟ لو طب هو ما فكرش الكلام ده، طب هيعمل ايه؟ في اكثر من طريق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تعدون السرعه فيكم؟ قالوا: الذي يصرع الرجال. قال: ليس ذلك، ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب. واحد من الصحابه ياتي النبي صلى الله عليه واله وسلم بيقول له: اوصيني. قال له: لا تغضب، ويكررها 3 مرات. فإحنا عندنا أكثر من علاج يعني. طبعا أول حاجة أنك أنت قالوا لنا أنك تتحكم في الغضب وتكبته. لا، الغضب ده بينتج عنه طاقة، طاقة عالية جدا. فالطاقة ديت يعني إحنا بنقول للناس وجهوها، لو أنت غضبت من حاجة معينة روح اعمل أي حاجة، ركب حاجة، صنع حاجة، شيل حاجة، بيبقى جوانا طاقة رهيبة جدا عاوزة تخرج. الطاقة ديت عاوزة تخرج، تمام؟ ما تكبتهاش، طلعها في اي حاجه، لكن مش تروح تطلعها انك تضرب العيال، تحذف حاجه من الشباك او تضرب الزوجه او كده، لا طبعا هذا منهى عنه، لكن انك توجهها في شيء مفيد. رقم الشيء الثاني انك تغير الهيئه بتاعتك كما امر النبي صلى الله عليه وسلم، اذا كنت جالس تقف، كنت واقف تجلس، قاعد تضطجع، المهم انك تغير الهيئه بتاعتك علشان تبعد شويه عقلك عن المشكله ديت. الامر اللي بعد كده ان انت ممكن تعد بقى من 1 لـ10، تمام، او من 1 لـ20 مع نفسك طبعا، او انك تروح تتوضا كما امر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يعني: اذا غضب احدكم فلا يتوضا فان الغضب من النار. طبعا الغضب بيطفئ نور العقل، بيطفئه وبيطفئ، فيجعل الانسان يرتكب الجرائم وهو لا يشعر ان هو فعل هذه المشكله. يبقى احنا النهارده نتحكم في تصرفاتنا من خلال هذه الامور اللي احنا بنقول عليها. بالنسبه لاجابه السؤال اللي هو بتاع السيده اللي ارسلته ليا، ازاي ان انا وانا داخل دوار الخلاء قبل النوم وازاي افرغ الامعاء؟ طبعا اغلبنا بيدخل الخلاء فيمكن هو ما يقول لك انا ما عنديش، ما اعرفش افرغ الامعاء، ما فيش حاجه، لا فيه. في الطريقه احنا قلنا طريقه التنفس، ان احنا بنطلع في 1 4 2، اللي احنا بنطلع لو اخدنا مثلا في 5 عدات شهيق بنطلع، بنحبس في 20 ونطلعه في 10 عدات. لو كل واحد قاعد على في الحمام كده وتنفس الطريق تنفسات، يعني يغمض عينيه وتنفس التنفسات ديت، وبعدين يضغط من تحت السره كده، من تحت السره يضغط، تمام، بالراحة كده وبلطف، واحدة واحدة، ويتخيل ان الامعاء ان هي بتتحرك، ويتخيلها بتتحرك كده. التجربة الطريقة دي طريقة فعالة فعالة فعالة، ممكن تقعد 2 3 دقايق بس في الاخر هيحصل تفريغ للامعاء، وطبعا الانسان بيكون في قمة السعادة من هذا الامر، وتروح تناموا وانتوا يعني في غاية السعادة وانتوا مبسوطين، مفيش قلق، مفيش اي مشاكل للنوم، لان تفريغ الامعاء اولا بيجعلك تنام بس كويس جدا. الامر الثاني ان هو بيبعد عنك الامراض، لان يعتبر جراثيم موجوده يعني. يبقى الطريقه سهله جدا، وانت قاعد بنغمض عينينا بالراحه خالص ونعمل استرخاء، ناخد تنفسات زي ما انا قلت، التنفس اللي هو الشهيق للخارج والزفير للداخل بيعمل تدليك للجهاز الهضمي. انا بدلك الجهاز الهضمي، بخلي الامعاء تحصل لها تدليك، تتحرك الفضلات فيها، ومن هنا هنقدر نفرغ الامعاء كويس. طبعا احنا بنقول دايما ان احنا نوجه افكارنا اتجاه سليم، نستخدم ملكه الخيال، ننطلق بحصان خيالنا للي احنا عاوزينه، كده هنقدر نحقق اللي احنا عاوزينه كل حياتنا ان شاء الله.
بالتخيل وبالإيمان. الإيمان أنك تؤمن أن هذا سوف يتحقق في عالمك. ابعد عن السلبيات وخلينا في الإيجابيات، ابعد عن الجحيم بتاع الشيطان، ادخل إلى جنة ربنا سبحانه وتعالى وإلى النعيم وإلى الجمال الإلهي الموجود حواليك في الكون. نصيحتي لكم في هذا البرنامج، أن احنا وجهوا أفكاركم إلى الخير وإلى الأفكار الإيجابية وإلى الثراء وإلى الوفرة وإلى السلام الداخلي وإلى الصحة وإلى العافية. وجهوا أفكاركم والله يدبر أو يتولى أمور حياتكم. ألقاكم على خير إن شاء الله في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.